أهلا بكم إلى برنامج الأخبار السارة، والآن إلى مضيفكم القس الدكتور إيليا ملكي. قال سليمان الحكيم: كالمياه الباردة للنفس العطشانة، هذا الخبر الطيب يأتيك من أرض بعيدة، وهذا الخبر من كلمة الله. قال يسوع: السماوات والأرض تجولان لكن كلامي لا يجول. نرحب بكل مشاهدي لهذه الحلقة من برنامج الأخبار السارة، ونشكر جميع الذين أخذوا من أوقاتهم الثمينة وأرسلوا هذه الرسائل المشجعة لنا، أيوة، هنا في الاستوديو وأيضا في المكتب. هذا مهم جدا، عندما ترسل أنت رسالة هذا يشجعني أن أستمر بالمسيرة التي بدأت سنة 1982. يعني صرنا نحن في خدمة التلفزيون، أول برنامج مسيحي بالتلفزيون طلع 82، أيوة، واسمه برنامج الأخبار السارة، والرب حافظ علي بكل هذه السنين، أكثر من 30 و31 سنة الآن، أيوة، نشكر الله من أجل هذا. فأنا بدي أشجعك أنك تكون أنت أيضا لك علاقة مع هذا البرنامج حتى نسمع منك، خبرني شو عمل الرب معك. أيوة، لما تكتب إيميل ما تكتب إيميل، حط اسمك وبعدين حط البلد اللي أنت فيها حتى نعرف من إجا الإيميل هيدا. أيوة، باسم الرب يسوع. بدنا نقرأ رسالة هنا، الرسالة هنا تأتينا، مش ذاكر هذا الإنسان أيضا من أي بلد، يا من مصر عفوا. كتب هذا الأخ حضرة القس الأب إيليا ملكي المحترم: أنا قس راعي كنيسة في مصر، أشكر الرب له أنه منحني الفرصة لحضور هذا المؤتمر الرائع الذي عقدته حضرتك في قبرص. الرب لمسني من خلال كلامك وغير تفكيري كثيرا. سامحني لأني لم أتمكن من إعطاء شهادتي أمام الكاميرا، ولكني شاهدت بصدق خادم متواضع ورائع وتعلمت منك الكثير. أرجوك أن تصلي من أجلي وأنا أصلي من أجلك في كل مرة أتذكر هذا المؤتمر. آمين. وهذا المؤتمر سيكون أيضا هذه السنة في شهر 4/29/4 وينتهي في 2/5. أيوة. وهنا رسالة تأتينا من ألمانيا. كتب هذا الأخ هذه الرسالة: الأب الفاضل الدكتور إيليا ملكي، كنت أعاني من مرض كالكآبة، وكانت الحياة لي سجن صغير، وحاولت بكافة الطرق للتخلص منها ولكن دون جدوى. فالتجأت إلى العلاج من خلال مراجعة الأطباء، ولكن لم تتغير حياتي، بل بالعكس زادت الأحوال إلى أسوأ. ولكن في يوم 25 نيسان الماضي ذهبت إلى النوم وصليت إلى الرب أشكو له حالي، وغمرني إحساس يلجأ على أن أفتح جهاز الكمبيوتر، وقمت وفتحت الكمبيوتر ورأيت برنامجك، أيوة، الأخبار السارة. وكانت المفاجأة المذهلة وهي أنت تقول هناك شاب يشاهد البرنامج اسمه إسحاق. يا إسحاق لا تخجل، الله يحبك، أنت تعاني من الكآبة وسوف تشفى، صلي معي الآن. وأنا فعلا اتحدت معك في الصلاة وشعرت بشيء غريب يمتلك جسدي، وانغمرت الدموع من عيني من حيث لا أدري. وأنت قلت الشفاء يتم مع مرور الوقت، وبالفعل تم ما قلت. لم يستغرق الوقت أكثر من 5 أيام وأنا الآن بأحسن حال وأشعر بسلام وهدوء. أشكر الرب لشفائي، أنا الإنسان الخاطئ. هاليلويا.
سبحان اللي بيغير ما بتغير. أمين. وهنا أيضا رسالة تأتينا من لندن. حالة القصد إلي ملكي أطلب منك أن ترفعني في صلاتك المباركة لأني مريضة جسديا وأعاني من الضغط والسكر وألم شديد في يدي لا أتمكن من عمل أو رفع أي شيء. وأيضا أعاني من عدم محبة واحترام أولادي لبعضهم ولي، علما أني أصلي كثيرا وأذهب للكنيسة. يا أحبائي، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. بدون الروح القدس مش ممكن نحصل على أي بركة أيوة من الله. والروح القدس ما بيتداخل معك إلا ما تكون أنت مستعد أنك تقبل. لما زار الملاك أيوة مريم العذراء في الناشرة، هو عرف أنها مستعدة أن تقبل المعجزة. ولما تكلم معها قال لها لا تخافي، أنت وجدت نعمة عند الله. عرف الروح القدس أنه مريم بتتجاوب مع المعجزة. فحتى أنت تنال المعجزة بدك الروح القدس يتأكد أنك أنت مستعد أنك تقبل المعجزة. وكيف تستعد؟ بالإيمان. بدون إيمان مش ممكن إرضاء الله، مش ممكن. والإيمان هو عطية من عند الله، عطى الله مقدار من الإيمان لكل إنسان، ونحتاج أن نستخدم هذا الإيمان بناء على وعود الله. الإيمان الذي ينال، الإيمان الذي يطيع، هذا الإيمان الحقيقي لما بتطيع كلمة الله. من آمن بي أيوة ولو مات فسيحيا، الكتاب علمنا أيوة. فبدنا نعطي مجال للناس حتى يفهموا الموضوع هون. الموضوع هون هذه السيدة قالت أنا بروح على الكنيسة وبصلي رغم أنه عم بصلي وكل شيء، ولكن مشاكلي بتزيد أكثر. نحن مش ضد الصلاة، هاي واجباتك واجباتك، لكن بدك تدرك شيء واحد، أنه الله يريدنا أن ندرك نحن لا نقدر لا بصلاتنا ولا بصومنا ولا بعملنا الحسن، لأنه كل أعمالنا تجاه الله كلها خرق بالية. لازم نثق بعمل الرب بواسطة الرب يسوع على الصليب، ونحط إيماننا الكامل في الصليب، إيماننا الكامل في المسيح، إيماننا الكامل في يسوع ابن الله. صلي من بعدي إذا بدك هذا البر والسلام. ارحمني يا رب أنا خاطي، أنا أؤمن الآن أنك أنت أخذت مكاني على الصليب ومت من أجلي وعطيتني البراءة، وأنا أقبل البراءة وأنا بريء الآن. كل خطاياي غفرت، والآن إلي أنا سلام مع الله، وأشكرك من كل قلبي. هللويا، مجدا لك يا رب. يا سلام، بلحظة واحدة تتغير وبتصير إنسان جديد. صلاة قصيرة من كل قلبك، الروح القدس بتداخل معك وبغيرك. هللويا. إذا صليت الصلاة هذه ابشر، صار في تغيير إذا صليتها من كل قلبك، لأنه الله ليس بإنسان حتى يكذب ولا ابن الإنسان. ما وعد قال كل من يؤمن به يتعمد بيخلص ومن لا يؤمن ينال. فالموضوع هون الإيمان هو تصديق وعد الله. الإيمان يأتي بالسمع وسمع كلمة الله. هللويا. الآن نحن نريد أن نصلي من أجل حاجاتنا. لما يسوع كان موجود على الأرض
كان يتكلم عن الأشياء الروحية ولكن أيضا الأشياء الجسدية، يشفي المرضى. وقال أنتم افعلوا نفس الشيء، ولهذا بسبب هذا البرنامج أيضا بقوة وسلطان أيوة وقيادة الروح القدس مصلي مشان المرضى، هذا رب يشفيهم. أمين. وسمعت الشهادة عن هذا الإنسان اللي كان عنده الكآبة وكيف رب شفاه إشعاء، ومع الدفان ومع الكرشة والكنباية. آمن فقط، آمن. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو الثقة بما يتوقع الإنسان أن ينال، هذا هو الإيمان. إذا بتتوقع أنك تنال قوم، حط إيدك على التلفزيون، اتحد معي أنا بالصلاة حتى نصلي من أجل حاجتك أنت وحاجة كل الناس باسم يسوع. هللويا. يا رب افتح قلوبنا حتى يا رب نقبلك بالإيمان ونقبل ما فعلت من أجلنا بالإيمان. والإيمان هو عطية من عندك. الإيمان هو الثقة بما أنا أتوقع عن أنال، وأنا أتوقع أن أرى مئات وألوف وملايين من المشاهدين ينالوا حقهم، والحق أنه علي أنه يؤمنوا أن خطاياهم مغفورة وبجلدة يسوع نالوا الشفاء. أمين. هللويا. الآن في واحد اسمه عبد، بسموك عبد، وانت عندك مشاكل بيتية، مشاكل عائلية، ونفس الوقت عندك مشاكل جسدية، ظهرك مضطرب كتير والسنسري تعباني بنتيجة حادث صار معك، لكن انت عم تسمع ويمكن لأول مرة عم تسمع الحديث هذا، لكن في شيء جدك وسحبك انك تسمع، وانت اخذت فكرة انه بدك تتصرف بكلام اللي انا قلت. اصلي معي، قل لي اشكرك يا رب من كل قلبي ان الان انا اقبل يسوع المسيح ابن الله مخلص في حياتي، سامحني على الماضي، غير حياتي، اشكرك والمس جسدي الان، وخصوصا يا رب سنسرة الظهر باسم يسوع، ولك اعطي كل المجد، لك اعطي كل الشكر. صليت معي يا عبد؟ ايوه صليت. الرب يباركك. انت خبرني ما حصل معك باسم يسوع. وفي شيء اخر، وفي شيء اخر انسان عندك انت مشاكل، اسمك انت موريس، الرب لمسك يا موريس وشفاك من موضوع في عندك مشاكل في الانف، في الحلق، في التنفس، يمكن عندك ربو في الصدر وعندك حساسية. الرب لمسك يا موريس، اعطي مجد للرب، اعطي شكر للرب الان. هاليلويا. شكرا لك يا رب. هاليلويا. وانا يا رب اصلي ايضا من اجل هذه الطلب من لندن مع هذه الام، انك تلمسها، حررها من الضغط والسكر كما تريد، وايضا اعطيها يا رب الاحترام من اولادها حتى يحترموها باسم يسوع، ولك اعطي كل المجد. كل انسان عنده سكر، كل انسان عنده ضغط يؤمن، الصلاه لك كمان، انت وانت وانت، اقبل شفائك، اقبل شفائك. قل يا رب انا اقبل شفائي الذي حصل قبل 2000 سنة بالإيمان وأشكرك سلف، لك كل المجد. وفي سيدة عندك مشاكل أنت في الثدي الأيسر، وفي ورم، وفي ضغط، وفي خوف، وما رحت الطبيب لأنك خايفة، لكن أبشري، أنت آمنتي، دموعك نزلت والرب لمسك وشفاك كليا. أعطي مجد الرب. واسمك مريم، الرب لمسك وشفاك، أعطي مجد الرب الآن، أعطي شكر للرب الآن، لمسك، ما تخافي، روح عند الطبيب اكشفي حتى يكون عندك سلام أنه ما في من هذا المرض أبدا. أعطوا مجد للرب. والآن خذوا ألم، خذوا ورقة، خذوا الألوان من على الشاشة، خبروني ما فعل الرب معكم حتى أفرح أنا أيضا. لحظات ونرجع معكم للبرنامج، خليك معنا. أهلا بمشاهدي برنامج الأخبار السارة.
أشكر جميع الذين أرسلوا لنا رسائل وأخبار مفرحة مشجعة للجميع، وأيضا أشجع وأرحب بكل الذين لم يكتبوا لنا حتى اليوم. إذا قد لمس الرب قلبك وباركك، اكتب لنا إلى هذا الإيميل em.mego@verizon.net. اتصل بنا واخبرنا ما فعل الرب معك، أو اتصل بالهاتف 909-981-4712، أو اكتب لنا إلى برنامج الأخبار السارة، صندوق البريد 53837، ليمسول أبروس 3318. وإذا أردت نسخة من إنجيل متى، مرقس، لوقا أو يوحنا، اطلبه من صندوق البريد 1891 أبلند، كاليفورنيا 91785، ونبعثه لك مجانا. وإذا طلبت اللاصق للبرنامج نبعثه لك أيضا. وإذا أردت نسخة من الكتاب سفير القوة العليا على يد الدكتور ملكي، اطلبه من www.godsairforce.com أو من صندوق البريد 1891 أبلند، كاليفورنيا 91785. اطلب هذا الكتاب وما بتندم ابدا. نقول لك كيف تحصل عليه ويكون سبب بركه لحياتك ولحياه كل العائله. والان في كتاب صغير اسمه انت والروح القدس، انا هذا كتبته بالانجليزي وسجل بعدين ترجمه واخ للعربي. لازم انت تقرا هذا الكتاب، اطلبه ونقول لك كيف تحصل عليه ويكون سبب بركه في حياتك ايضا. والآن لنبدأ ونسمع هذه المقابلة مع عمل الله ونرجع معكم إلى هذا البرنامج. خليك معنا. مرحبا يا أخ فرح. أهلين سلامان أسيس. تفضل قل لي شو صار معك. إحنا كنا على التلفون وصار عندك اختبار أنت. أمين. أنا اختبرت الرب ولادي، تولدت ولادة روحية سنة 2000. أيوة. 15/3/2001 كنت إنسان غير مؤمن وكنت أعمى والآن أبصر، ورب غيرني من الحياة إلى من الموت إلى الحياة. أيوة. والسنة اللي فاتت عام الأول كنت سهران وأنا كتير كنت يعني حزين وما كان عندي هالفرح الامتلاء مع معمودية الروح القدس اللي تكلم عنها مع نيقوديموس الرب يسوع، لازم تولد من فوق. وصدفة إنه رب رتب إنه أتصل بأخ إيليا أسيس، وتعرفون عندنا تيكون بالليل هناك بالأمريكا يكون صبح، وصليت معه وصلى معي وقادرته تعتمد بالروح القدس تمتلي فيض، قلت أنا أؤمن وأثق أنه رب يمليني وأتعمد ورب ملاني وتعمد. حتى كنت قاعد على كرسي وقعت وركعت على ركبي وصرت أتكلم بألسنة الله. أيوة. هللويا. صرت أحكي معه فاش أحكي يعني. أعطوا أشدك. أيوة. إلهنا لا يحابي الوجوه، مهما كان دينك طائفتك عمرك شكلك، الله بحبك الله بحبك. لهذا السبب لا تتأخري لا تتأخر، اطلب الرب ما دام يوجد، هو قريب. أيوة. الرب حاضر، انت حاضرة، انت حاضر. والآن نذهب ونسمع هذه الترنيمة ونرجع معكم البرنامج. خليك معنا. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب، إلهنا إلهنا. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب، إلهنا. اسم الرب برج حصين، إليه يركض الصديق ويتمنى. اسم الرب برج حصين، إليه يركض الصديق ويتمنى. قدوس اسم الرب،
قدوس اسم الرب، قدوس اسم الرب، إلهنا إلهنا، قدوس اسم الرب، قدوس اسم الرب، قدوس اسم الرب، إلهنا اسم الرب، برج حصين إليه يركض الصديق ويتمنى. اسم الرب برج حصين إليه يركض الصديق ويتمنى. يسوع هو الرب، يسوع هو الرب، يسوع هو الرب، إلهنا إلهنا، يسوع هو الرب، يسوع هو الرب، يسوع هو الرب، إلهنا اسم الرب، برج حصين إليه يركض الصديق ويتمنى. اسم الرب برج حصين إليه يركض الصديق ويتمنى، إليه يركض الصديق ويتمنى، إليه يركض الصديق ويتمنى. القراءة لنا في هذه الحصة مأخوذة من إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث، ونقرأ هنا بعض الآيات من 24 عدد 24 عفوا عدد 14 يوحنا 3:14. وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل يخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا يتوبخ أعماله، وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله إنها بالله معمولة. يبارك لنا الرب هذه القراءة لمجد اسمه. أنا قرأت لكم من إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث، والعدد هنا المهم، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل. المحبة تحتاج، المحبة الحقيقية تحتاج إنك أنت أيوة تبذل، بذل يسوع الابن الله ابن الله ايوه. وبتكلم كلمه الله بتقول هون لمن اجل هذا الشيخ المتدين نيقوديموس للرب يسوع بالليل ايوه، يلي كان حافظ العهد القديم وبصم وجاء وقال له، قال له انا بعرف انك انت من الله لانه الاعمال اللي بتعملها لازم تكون من الله. قال له يسوع ينبغي أن تولد ثانية. قال له شو؟ قال المولود من الجسد هو جسد، والمولود من الروح هو روح. هذا الجسد ما بيأتي ملكوت السماوات، بدك تولد من الروح. طب كيف بدي أولد من الروح؟
قال له تتذكر انت معلم كيف انه بني اسرائيل لما ضاعوا في الصحراء 40 سنة وتذمروا على الله بعث لهم الحياية؟ ايوه. وبعدين صرخوا لموسى والله قال له لموسى حط حية نحاسية وكل انسان بنظر الحية النحاسية ايوه بيشفى، بس ينظر بيشفى بس. فيسوع قال هنا في الكلام هون كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. يسوع كان ابن الإنسان ونفس الوقت هو ابن الله، نفس الوقت هو ابن الله، يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به. ما في عمل، ما بدك تعمل، الإيمان مش عمل، الإيمان هو الثقة بما أنك أنت أيوة تنال. فقال له كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان على الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به. فنحن بالنعمة مخلصون بالإيمان وليس بالأعمال. نعمل الأعمال بعد ما نتخلص، ما بنعمل حتى نخلص، نعمل الأعمال لأن تخلصنا. فكل أعمالنا هي خرق بالية بنظر الله، لكن عمل المسيح على الصليب اللي أعطانا أيوة المجال أن نؤمن به. طيب صلي معي هذه الصلاة من كل قلبك ومع الدفان والكرسي، قل لي يا رب أنا أشكرك من أجل التعليم الصحيح، وأنا أؤمن أنه بموتك على الصليب أنت أعطيتني الخلاص، وأنا الآن بالإيمان أقبل البراءة وغفران خطاياي. أفتح قلبي إليك، كون سيد على قلبي، كون يا رب رب وأملك في حياتي. أعطيني يا رب أنا أعيش إليك كل حياتي بأمان وإخلاص، ولك أعطي كل المجد. هاليلويا. إذا صليت هذه الصلاة ابشر، الرب سمع صلاتك والرب أعطاك الحياة الأبدية، ولازم تخبرني ما فعل الرب معك حتى أنا أفرح أيضا. هذا مهم جدا جدا جدا. هذا السبب أنا أنتظر الرسالة التي سوف أسمعها منك. والآن لا تنسى اذهب مع الله، والله دائما دائما وعد أن يذهب معك.